عشية مال الاولاد، شنو احوالكم؟ تستناو نورمالمون في بوليريو لو باني باش تشوفونا اليوم شنو باش نقترحوا عليكم باش نحطوا في الباني اللي باش نهزوه معانا للقرايه ولا للخدمه زاده كيف كيف، حتى لي ماما ولي بابا اللي يتفرجوا فينا زاده مش مشكل. باهي انا حضرت سالاد دو ري، سلطه روز هكا يحبوها الصغيرات وسهله حتى لي ماما باش يحضروها. سلطة روز فرماج جامبون، كملت فواحتها فلفل كحل وملح، قصيت فيها شويه معدنوس كيف كيف، وحضرت جو هوني عندي قارص في الدار وحدي، عملت سيترونات كيف كيف. البوليريو اليوم اخترت لكم بوليريو البراونيز سافور كراميل بور سالي. انا نحب ياسر ياسر الكراميل بور سالي، جربوها وتفكروني حاجه ياسر ياسر بنينه. باهي اجا خلينا ساعه نحطوا الروز نتاعنا في وسط البارتي نتاع الباني. الروز كما قلت لكم اسمع انتم راهو تنجموا تحطوا لهم في الروز اي خضره تحبوا عليها. انا الحق في الدار نلقاها حاجه ياسر سهله سالاد دو ري وفاريي، خاطر تنجم تحط فيها حتى تقصو كان تحب هكا دي توماط ولا ولا كونكومبر ولا اللي هو حاجه باهيه برشا. يلزمنا نخمو اللي الباني نتاع ولادنا يلزمو يكون فاريي و ايكيليبري سورتو. دونك هذاك علاش انا قلت هاي برا نعمل سلايطه نتاع روز. كاملو نحطو البوليريو البراونيز نتاعنا كراميل بور سالي، نسكروا الباني نتاعنا. وهكا كيما قلت لكم عندي السيترونات نورمالمون باني متوازن متكامل، ان شاء الله يكون عجبكم. دونك نورمالمون انتم استنستوا ديما الوقايت هذا قبل كل شيء، احنا رانا نبجلوكم انتم باش تلقاونا احنا في اول الحلقه نحكي لكم على الباني بوليريو. ما تنساوش باش تفرجوا فينا غدوه في لمان. بمساهمة جولدينا محلاك محلاك يا لميمة فانواز حلوة منك. بعد غير حالك عسلامتكم، كنت نغني سامحوني. باهي ان اني ما فات عملت غوسيت طولت شويه بيا هكا وتعبت وانا نعجن ونعرك. اليوم باش نشوف كيفاش نحاول نعمل دي غوسيت خفيف اما في نفس الوقت ياسر ياسر صحيين. فوالا صحيين. الاولانيه باش نعملوا سلطه نتاع مقرونه، والثانية توعد وقايت الخضرة وسلق الفريشك والمعدنوس والخرشف وذكما الكل. قلت هاي برا يا سمر علاش ما تعملش مرقة خضرة؟ عندي تريفات لحم بقري حطيتهم زادة الكوتي، حضرت الخضرة الكل وقصيتها وشتيت لكم مرقة خضرة. ذولي حاجة باهية نعمل معها توعد عادك الدنيا باش تبرد وكل شيء. شهوة زادة هي باهي. انا تعشت كيفية. اول حاجه خليني نحضر سلطه المقرونه قبل كل شيء خاطر ما فيها حتى شيء، جوست باش نصمت البات نتاع رنده. وانا في التامل كله خضره وكل شيء قلت برا خليني نختار الغسور وليجوم نتاع رنده. هذه مقرونه رسورات بالخضره. قصيت لها الفلفله هاوكا جيد، قصيت الطماطم كيف كيف جيده، ولد القمره هذو من جوهولي رياضه النهار قال لي اعملي بهم سلطه دوكا هاي كسلايطه. قصيت ولد القمره كيف كيف، ثوم عندي هنا شويه فاريونت كيف كيف قصيتهم جيدين، وكملت حضرت معاهم الفرماج مقصوص. الماء ديجا حطيته يغلي وهو غلي. خليني نحط نصمت المقرونه قبل كل شيء. هذه ما فيها حتى شيء، هي حتى مرقه الخضرة ما فيها حتى شيء. نجيب نحطه خلي يا سيدي هذيك تتسمط على رويحتها باش نبدلها نحطها في وسط الغاز اللي من غادي. هي تحضر وهي تخليني نركب طنجرة مرقة الخضرة هكيكا. نحط زوزة ناجر مع بعضهم ونربح شوية الوقت. هذم كيما تفاهمنا اللي باش نحطوهم في وسط المقرونة
فوالا. المرقة الخضرة قلت لكم عادينا شريت شوية بقري، قصيت الخضرة متاعي الكل حضرتها هاوكا، السلق، الخرشف، السبناخ، المعدنوس، الحمص، البصل بيان سور اللي باش نحطو ديجا. نبداو من الاول به الزيت هاوكا ديجا سخن، باش نحط نقلي فيه البصل منها محمد وتريفات البقري. هاو جي ريا، مساك بالخير، عسلامة. شنو احوالك؟ شنو احوالك انت؟ الحمد لله. كعمك البشير ما جيش؟ شكون عامل بشير زاده؟ وصيتو على كرشه زازا. ليه ما جيش؟ شنو الطيب انت؟ باش نعمل مرقه خضره. اي وعملت معاهم سلطه نتاع مقرونه. هيا بيه، ما لا مش لازم ناخذ كرشه. ليه ليش تعمل بها الكرشه؟ انت شو تحب انت؟ مرمز بالكرشه؟ اي نرمز بالكرشه يا من عاش مره اخرى. هكا شريت تريفات بقري. اي هاني باش نعمل بهم مرقه الخضره. انا فيتو من عنده هذاك، ما اللي جبتو لك البارح البارح. طاف الحب معجون. اي اي هكا هو. مرقة خضره وشنو هيك؟ مرقة خضره وذكرتني هاي المقرونه. روسورات نتاع رندا باش نعمل بها سلايطه نتاع مقرونه. ليش هذي السلايطه؟ سلايطه نتاع مقرونه فيها هاكم الخضره الكل وفيها شويه فاريونت زايده. هيا بها الخضره، ربي يرحمنا بالشتاء. امين يا ربي، شفتها ما حبش تسخن السناء. اي تو ربي تو ربي لازم ربي يرحمنا. اه؟ ربي يرحمنا. والله مرقة الخضره بكري ماما قالت كنت تتوحم بيا كرهتها. عديت عمري كامل في دارنا ما نعرفوهاش مرقة الخضره، في بالك؟ حتى جابتك. هكا هو اللي حتى من بعد ما جابتني كرهتها. ما ناكلوهاش بالكل، ناكلوها في دار عمتي كي نمشيو لدار عمتي ليليا. هكا هو. امي قالت لك ليه ها عفتها. ما نعرفش عاد انا نغمل مو نغمل مو يقولوا لي انا نطيبها بالكدا. هيا بيه تو نذوق عاد اليوم ونقول لك. اي تو نقيم لك بايتك انا من. يهز لي ما باش تخليني. اي ما باش نخليك كيكه ميله. اني قصيت لها سلق. هو نغمل مو تو راهو سلق حاطط رحيلو. كان فما مطره هكا ولا ايش. اي ايش خاص. ارتفع لينا. حطيت السلق وحطيت السبناخ هاو المعدنوس كيف كيف مقصوص. اي. وكهو. والخرشف احنا نقولوا لها جناليه. لا خرشف، فما الخرشف فما الكرذو. وشو الفرق بين الخرشف والكرذو؟ لا الخرشف شويه هذيك، والكرذو الخشي. اي مش لا 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 شنو لي لا 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 هذاك الكرذو شو ما عادش نعرف. هذا كرذونا؟ اي هكا خشي عريض. شي ليه الكرذون الاخر نعملوه مبطن؟ لا الخرشف يجي مبطن حتى هذاك. شي مش الكرذون الاخر هكا عارض شويه؟ لا هذاك هو هذاك هو هذاك هو. انت تعرف انا ما نعرفش. لا فما فرق بيناتهم. انت تعرف خير مني الحق. يجي مكثف في هبه في الفارينه. اي ما تعرفش كنت تعمل هنا. مرت خالي عبد الرحمي. اي لا مجديه هذيك ديورك. سلم عليك برشا. سلمك سلم راسها. والله عندها هي ذقته اول مره. يعطيها الصحه. والله. اي ما كملتش حكيت لي على امك فاطومه. اللي باش تجي تكركب عليا ولا درا شنو يا اخي قريب تجي تكركب هيك امك فاطمه ولا كركبت لا شيء. مو تطيح عليك شنو هي كيفاش الحكايه الكل مكتب امك بدلها 4 دورو. تعرف معناتها 4 دورو؟ قد ايه؟ معناتها 20 دينار. 4 دورو 20 دينار هي باش تكركب؟ 4 دورو ما قلتش ما نسوش تبدلها وتبدا تبدا تتكلم وتجيب شكون يساو. شنو هكا خرجت النفس وتبى تقول يا نفس انفيسه. اه اخرج من هالفريسه. اه بك سيدي محمد بن عيسى. وشكون سيدي محمد بن عيسى؟ وتبى تثيو وهي تسع فيا تحل في فمها وتسكر بالعاني. اه تقول شو عينيا هكا هبتها ماء شو عينيا تدمع معناتها الملح منفوسه معناتها. اي والملح تقول لك هاكا الملح تسع فيا ولا كله ماء هذيك النفس ترشقت. هو الملح ولا ماء على خاطر هي عامله هكا يدها عرقت ولمته هكا في ايديها عرقت ولمته. انا ما نعرفها والله. ومره قلت لها عندي خزره على شنو اللي كليت في الشارع. اه؟ الناس عطاوها لي عاطيه خزره مخزوره. اسم الله يا اخي مشيت تسمع فيا بصالي تسمع فيا هبتهم سبيله. اسم الله عليك. ولا يوريك دقديك. اه؟ مشيت لها هي عندها المغرفه. اه؟ تعمل هكا تسمع فيا العصا المغرفه اللوح.
في تقريتها وتبى تعمل تقول هكا تحلت يا بنتي هذيك تقريتها تحلت من المغرفه. لا هما حلوها يعني تحط مغرفه اللوحه تلفها في تقريتها اي وتبدا هكا. هذه ما نعرفهاش الحق. فهمت تقول لك ايه هي هي اربعه دورو، الاربعه دورو هما الاولاني. الاربعه دورو قبل كل شيء. معناتها 20 دينا. هو نغم المو انما الاعمال بالنيات. ايوه النية والعمل هما. اي. بكري هكا. نغم المو. أمامية. اسمع هكا مشيت شريت شويه تابر جديد. اي. ما عملتوش الدار اللي هديتو تاعونا. ما عملتش هكا هو نغم المو ماما. وين تعديت. سيكا هو ماما تقالي حسابي مازالت ما جابتليش. لا وانت ايش قاعده تعمل كل شيء مسكينه المراه الكبيره. لا لا انا نخدم. ونجري دار وصغار وخدمه ودراشيه اللي خدموا ماتوا اللي جريوا ساقيه متقطعت لا اسم الله عليا من تقطيع الساقين راك شوف فيا وجينا وداها اسم الله عليك بعد وجهك راه خاطرني باش نكمل هذي هاي المقرونه حضرت ديجا مقرونه روسورات هذه هي الالوان هذيك هي الالوان روسورات نتاع رندا ها هيك هذه هي سلاطة نتاع مقرونة يا رياض شبيك يا أخي ما عادش تعرف سلاطة مقرونة هاي نبردوها هذيك بالكدا إي وباش تعملها عايشك أها هكا قصيت لها شفتك الخضرة اللي جبتهم لي البارح أنت قلت لي هاو عملت لك خضرة باش تعمل لي بها سلاطة إي هكا هاو قصيتهم هكا ولد القمرة وهاك مثل الطماطم والفلفل اللي جبتو أنت إي وها يا سيدي ها شفتي مقرونتي مقرونة رندا هذيك انا قلت اليوم باش نعمل مرقه خضره نكمل نعمل مقرونه نتاع الخضره هذه فما شيء ما فما شيء ايه لا اخذت كيفاش هاك الخضره تقرميها من عندها عاد ايه ما تحطليش برشا ماء هي بتبعتها الخضره تقرمي الماء اي ما يلزمش تكون طمطمت لما قلت الخضره زايده ومطمط ما تدخل عليها صلصه تاع مقرونه ما يجيش خليها هذيك تقرميها في عقلها سلا سلا يعني باش نزيدها نعاونها بشويه ماء فوحتها انا يزي شي خرتك تي ها واش زدتها انا وتبارك الله زدتها تصافي قد تقرميها تحطها على صغيرها شربه ما هي شربه هاي ها ولا برغل طنجرتي يا هاي برغل اه هاكا عندي لقيت شيء غير شيء واحد برغل في الدار الفوق تو نجيبه لك اعمل لنا برغل برغل مفاور لا مش توا برغل مفاور تشتي بالكدا برغل طيب هنا ولا محسن ان شاء الله تشتي احنا نعملوا البرغل المفور ونعملوا البرغل كيما المحمصه ايوا تعرفوا البرغل هذاك المرمي المحمصه كيما نتاع الاتراك اي هذاك نعملوا زاد بالقديد يجيبوا يجيب لي هب كي نمشي للاتراك يقول لهم اعطيني الواحد البرغل البرغل باهي ان شاء الله بركه تجيني امك شو اسمها ولا طيعبة انا يا رياض كان شفت ميتة بالتعب انت ديما العام 12 شهر طيعبة انا يا عفو ربي يا ربي شنو انا ماكش شوفيت شنو نعمل اسم الله العظيم قولي اسم الله عليك قولي والله عندك الحق تاع بسم الله على جارتي قولي اللطف عليك مش تقولي نهار العام 12 شهر تبارك الله بالحاجات لبنان اي ونود فيك اي كثر خيرها اي سلايطه هكا والله كثر خيرها اي هاني باش نزيدها هكا تخمم عليك تعرف فلفل الاكحل اي هكا شيشه تشيشة ملح على العادة هي فيها فاريونت نحطوا فيها تشيشة زيت زيتونة هكا هذا هذيك هي سلايطة والله حتى نخدم مصباح ماسك خلي على الأقل سلايطة بالله عليك اسمع السلاطة هاي حضرت مرقة الخضرة هاي كتكمل تغلي على روحها أما هذيك المقرونة توا بنينة مش زيدها تشيشة معدنوس عليه المعدنوس تحب نرشلك فوقها معدنوس هكا نعرف وين ريتها وين ريتها وين وين ريتها مرة وين عند شكون عند واحدة طليانة تسكن في الصباغين بكري باهي يا سيدي أؤمر يا رياض تحب فوقها هكا ذرة معدنوسة لازم هكا باهي تاكي نحطها في صحاين ونزينها تو نذر عليها المعدنوس مرقة الخضرة هايكا السلايطة هذيك وماعوني أهاوة أنت وين قاصد ربي على خير إن شاء الله أنا خذ باكل شيشة غلة أه؟ وشوف عمك البشير تو ما جاش الصبحية كامل حسني في الداء. لا لا اجا نقول لك من غير ما تشري لي الكرشة وبعد تشتهي لي المرمز بالكرشة وشنية الأخرى؟ شمنكة ولا ما نعرفش شنو؟ باهي نعملوا شمنكة قلت نعملها شمنكة ولا مرمز بالكرشة ولا ساق لوبيا بالكراعي. لك توزينة كراعي. لا لا توزينة لا تزازة، لا لا هذوك ما حطهم أنت في الدار. وسع بالك وخاطرك عليهم وركب الطناجر اللي تحب عليهم انت الكل انا هاني كي نركب طنجرتي نقالك حسابك دايما انا كان عملت فيا ملوبيا بالكرعي نقالك حسابك عشتي شاتك الصحه بارك الله فيك حب هرقبه بالكرعي
هارق مقليلي ما خلينا مش ناكل شيء شغالة وانجي ما دام انت تعبت ما اخذت خضره هكا هو هني انا خليها تسيب سله سله ومبقرو انت هيك حاضره هاو نمشي نشوف شنو ناقصني كنت منفوسه منفوسه شفتوا شو عمل فيها يا ربي تكمل تصيب مرقة الخضرة ونزين سلطة المقرونة في صحينها ونتقابلون بعد أتو تلو يا رياض هيا 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 هاني جيت عندي ساعة هاي تعالي باش نقولوا إجا نفطروا ما عادش وقت هاي هاني جيت مرقة الخضرة بردت هاني جيت هاي 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 وسلطة المقرونة سي زيدا نقولها باهية أيوة وطولتي حاضرة يعطيني صحة يعطيكم الصحة حتى هما اللي يتفرجوا فينا تعطيني انا نطيب يعطيك الصحة ناكل الساعة بعدها ونقول لك شوية قبل ما تبدا تاكل ما نسلموا على عباد نقول لهم بالسلامة هكا هاو شو هاي 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 هكا هاو بالحق جاي فضيعة ربي فضيعة ربي وفي لمان ونتلاقاو ان شاء الله في نفس الوقت هذا على نسمة باش تشوفوا دبي رشدت هاي ان شاء الله ايوا قعد قعد بمساهمة جلدينا محلاك محلاك يا لميمة فانواز حلوة منك.